مشاهدين الكرام، من السؤال التاريخي إلى الأمثلة الشعبية، تعرف عليك؟ عمر عبد الله العماري. يا عمر كيف حالك؟ زين الحمد لله. شهرك مبارك. علينا وعليك وعلى الجميع إن شاء الله. أمين إن شاء الله. معي لك مثال شعبي عدني. حي وسهل، بنشوف المثال العدني إن شاء الله. قد رحت عدن؟ والله أنا صغير كنت رحت عدن، يعني باطي قد نسيتها عدن يعني. أنا في ناس صغير جم يعني رحت يعني في ابتدائي مثلا يمكن كذا. الآن المثل العدني يقول من زعيط إلى معيط، إيش معناته؟ على من هذا يطلق المثل؟ يطلق المثل على شخص يتردد من شخص إلى آخر، تبحث عليه موضوع معين تبغى شيء منه. والله شيء يعني ايش بالضبط اختصاره؟ ايش من واحد يروح من مكان لمكان كذا، يروح مكان يعني بغيت موضوع، مع بغيت منك موضوع، من دي موضوع، يعني يتردد من يتنقل من شخص الى اخر. صحيح، لكن يختصر في كلمه. قل لي الان. فضولي. هذا الواحد كل يوم يعني يستمع من هنا، يستمع من هنا، تقول له ايش؟ فضولي. من زعيط الى معيط. مثل عدني يقول او ينطرح هذا مثل على الشخص الفضول، يعني تنقل من شخص لآخر، يعني الواقع فيه هنا 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 يسمع هنا. ويقول حد أكيد في حياتك وايدين فضولين. خطر على بالك كم أشخاص؟ لا تخلوا مع بعض، صر الله على خلقه. من زعيط إلى معيط، وهو الشخص الفضولي، والإجابة صحيحة، ونسمع له تحية. وهذه الجائزة مقدمة من شركة النفط اليمنية. شهرك مبارك للجميع إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله.